أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية جديدة ومتابعة إخبارية عبر النيل مباشر، نلقي خلالها الضوء على أهم القضايا العربية والدولية على أجندة اهتماماتكم. ملفان اليوم. الملف الأول: الرئيس السيسي يقدم العزاء بالكويت في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. أما الملف الثاني فعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور 25 عاما على المؤتمر الدولي الرابع للمرأة. أهلا بكم، نبدأ الملف الأول، حيث قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالكويت واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. والتقى الرئيس السيسي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت معبرا عن مواساته في وفاة الأمير الراحل، كما أعرب الرئيس عن بالغ تقديره لمواقف الفقيد الأخوية الداعمة لمسيرة العلاقات المصرية الكويتية. من جانبه أعرب سمو الشيخ نواف الجابر عن خالص العرفان والتقدير للرئيس السيسي في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين. للحديث أكثر مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير أهلا بك. أهلا بك، مساء الخير، ورحم الله فقيد الأمة العربية وأحد أئمة الدبلوماسية العربية والقيادات العربية رحمه الله، خالص العزاء وبإذن الله بمزيد من التقدم والسؤدد لشعب الكويت الشقيق. سعادة السفير، أهم ما ميز العلاقات المصرية الكويتية خلال فترة حكم الأمير الراحل عندما كان أميرا وحتى عندما كان وزيرا للخارجية على مدى سنوات طويلة وسمي أو أطلق عليه بشيخ الدبلوماسيين العرب؟ بل هي من قبل ذلك، فأنا دائما أستعمل تعبير أن الكويت ولدت في حكم مصر، وعندما استقلت الكويت عن الاستعمار البريطاني كانت الجامعة العربية قد نشأت قبل ذلك بعقود، وكانت مصر طبعا في مقدمة الدول التي أنشأت الجامعة العربية سنة 46، لكن عندما تقرر أن تصبح الكويت دولة وإمارة مستقلة طمع عبد الكريم قاسم رئيس العراق وقتها في أن يضم الكويت إلى العراق في سنة 61. الرئيس جمال عبد الناصر أرسل القوات المسلحة المصرية، والجيل الحالي لا يعلم هذه الحقيقة، أن القوات المسلحة المصرية ذهبت لحماية استقلال الكويت في أولى خطواتها كدولة وليدة. ثم يتكرر هذا طبعا عندما أقدم صدام حسين على أسوأ ما حدث في تاريخ الأمة العربية من غزوه للكويت، وكانت القوات المسلحة المصرية عند العهد به هي الدرع وهي سند الأمة العربية، وذهبت لتحرير مدينة الكويت من الاحتلال العراقي. ثم تتطور العلاقات في عهد سمو الأمير الراحل، وأذكر له مواقف عديدة في العلاقات المصرية الكويتية، لكن دعني أبدأ بمبادرته هو والرئيس الراحل حسني مبارك بأول مؤتمر قمة عربية اقتصادية، وهو تقليد جديد بدأ
2009 استضافته الكويت تحت رئاسة الشيخ الصباح رحمة الله عليه، وعقد في سنة 2009. ذهبنا جميعا وأنا حضرت هذا المؤتمر ورأيت بنفسي إعلان سمو الشيخ أمير الكويت عن إنشاء أول صندوق لمساندة القطاع الخاص الصغير والمتوسط في العالم العربي للتوسع وتعميق العلاقات وإنشاء مشروعات صناعية زراعية في العالم العربي، ووضع رأس مال لهذا الصندوق 2 مليار دولار دفع ربعها على المائدة. سمو خادم الحرمين ثنى عليه ودفع الربع الثاني، ثم جمعت الأمة العربية في جلسة واحدة 2 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص، وتتوالى المبادرات. فنحن نعتز أن الكويت. طيب عذرا للمقاطعة سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، مشاهدينا الكرام نتابع الآن كلمة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش. شكل مؤتمر بيجينغ نقطة أساسية تحويلية في تاريخنا، شكل ذلك وقتا لتفكير بشكل معمق. فالرؤية الجريئة وخطة التحويلية لمؤتمر بيجينغ قد وضحت بأن حقوق المرأة تقع في صلب المساواة والعدالة من حول العالم، ولكن وضحت أيضا بأن هذه الحقوق تتعرض للإعاقة في كل أماكن العالم. شكل ذلك نقوص خطر، فمنذ ذلك الحين أحرزنا تقدما مهما. حدينا من وفيات الأمهات بحوالي 40% منذ 95، انتسبت فتيات أكثر إلى المدارس، ولكننا لم نحقق رؤية إعلان بيجينغ الطموحة. مرأة من كل 3 لا تزال تواجه العنف في حياتها. في كل عام 12 مليون فتاة تموت قبل عمر 18. في بعض أجزاء العالم مستوى قتل النساء يمكن مقارنته بمستوى قتل الناس في أوقات الحروب، وحوالي 137 امرأة يقتلها فرد من أسرتها يوميا في العالم، ويتم تهميش المرأة في مفاوضات السلام ومحادثات المناخ وقرارات واتخاذ القرارات. وتحظى المرأة بنسبة 75% من الحقوق القانونية التي يحظى بها الرجال، وسد هذه الفجوة سيؤدي إلى 172 تريليار دولار من الثروة في العالم، وهي ثروة نخسرها جميعا. السيدات والسادة، وضحت الجائحة أن المرأة لا تزال تحرم من حقها، فالمرأة والفتاة يتحملن العبء الاقتصادي والاجتماعي الأكبر للجائحة. بعد 25 عاما من مؤتمر بيجينغ نواجه ركودا كبيرا فيما تخسر المرأة عملها، والممرضات وموفرات الرعاية هن أول من قدم الخدمات أثناء الجائحة، ولكن الرجال يمثلنا 70% من أدوار القيادة في مجال الرعاية الصحية، وتعاني المرأة بسبب العنف الجنساني. وما لم نعمل الآن سوف تعيق الجائحة جيلا كاملا من التقدم أحرزناه نحو المساواة بين الجنسين. السيدات والسادة، الهيكليات من حول العالم وأنظمتنا على أساس سيطرة الرجل تعيق تقدم المرأة في كل مكان، وأثبتت الجائحة أننا نحتاج إلى عمل فعلي للوفاء بوعد بيجينغ، وهذه مسألة قوة. بالتالي نبدأ هنا بتمثيل المرأة في الحكومات والمفاوضات المناخ وإعطائها مكانا على الطاولة في كل القطاعات. تحقيق ذلك يتطلب تدابير مستهدفة بما في ذلك حصص. هذه مسألة تعنى بحقوق الإنسان وهي مسؤولية اقتصادية واجتماعية. أشجع كل الدول الأعضاء إلى اعتماد التزامات طموحة وملموسة
موسى لضمان قيادة المرأة ومشاركتها كاملة في الأمم المتحدة. حققنا المساواة بين الجنسين مع 90 امرأة و90 رجلا كقادة، ونحن نعمل على المساواة على جميع المستويات، ليس فقط لموظفاتنا بل أيضا للقائدات، لنضمن مشاركتهن في المؤسسات. أصحاب السعادة، الجائحة شكلت كارثة ولكنها وفرت فرصة أيضا لنفكر بشركة تحويلية ونضع المرأة في صلب استجابتنا وتعافينا. والأموال يجب أن توجه مباشرة إلى المرأة من خلال تحويل النقود لها. يجب أن تعزز الحكومات شبكات أمنها الاجتماعي للنساء، وأكرر دعوتي لضمان أعمال شاملة حول العنف الجنساني، وتعمل الأمم المتحدة على التخلص من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك من خلال شراكاتنا مع الاتحاد الأوروبي ومبادرة سبوتلايت. في المستقبل نحتاج إلى تغييرات تحويلية بقيادة المرأة لتغيير الأطر التي فضحتها الجائحة، وهذا سوف يسمح لنا بتحقيق خطة 2030 وضمان الكرامة والفرص للجميع. كما وأحثكم جميعا على توفير دعمكم لمنظمات المجتمع المدني التي لطالما ناصرت حقوق المرأة. مؤتمر المساواة بين الأجيال المقبل الذي ستستضيفه المكسيك وفرنسا سيشكل فرصة لبناء الشراكات والشبكات للتغيير. السيدات والسادة، لقد رأينا تحركا لوقف ما أحرزناه من تقدم، وأود أن أقول لكم بأن حقوق النساء والفتيات أساسية لضمان السلام والازدهار على كوكب صحي في كل مكان، وأنا أحيي كل مرأة ورجل قاد الطريق منذ 25 عاما، فلننهي ما بدأناه. شكرا جزيلا. أشكر الأمين العام على بيانه. أدعو الجمعيات الآن إلى الاستماع إلى بيان مسجل لرئيس جمهورية الصين الشعبية في الاجتماع الرفيع المستوى لإحياء الذكرى 25 لمؤتمر بيجينغ. السيد الرئيس، حضرة الزملاء، بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، نجتمع اليوم لإحياء الذكرى 25 لمؤتمر بيجينغ العالمي للمرأة بغية تكريس المساواة بين الجنسين ودعم قضية المرأة في كل مكان في العالم. يسرني أن أخاطبكم اليوم وأتمنى لهذا الاجتماع رفيع المستوى النجاح. في وجه جائحة فيروس كورونا المستجد، تصمد الطبيبات والممرضات والعالمات والباحثات في مكافحة الأمراض والعاملات في المجتمعات المحلية والمتطوعات من كل أنحاء العالم في الجبهة الأمامية لمكافحة الجائحة ليلا ونهارا بغض النظر عن المخاطر، مما سجل ملحمة عظيمة لحماية صحة الناس وإنقاذ الأرواح بتفانيهن وحكمتهن. حقا إنهن يستحقن إعجابنا. في أصعب اللحظات لمكافحة الجائحة في الصين، تسرع أكثر من 40,000 أو أسرع أكثر من 40,000 طبيب وممرض من كل أرجاء البلاد إلى مقاطعة هوبيل لتقديم المساعدة، وثلثان منهن كنا من النساء، بمن فينا ممرضة قادمة من مقاطعة كواندونغ دون 20 عاما من عمرها. سئلت سؤالا من الصحافة وأجابت أنت وعن
سألتها الصحافة: أنت أصغر من أن تساعدي الآخرين، فردت: أشعر بأنني كبيرة بما يكفي لمساعدة الآخرين عندما أرتدي الملبس الواقي. أثر هذا الكلام في نفوس جميع أبناء الشعب الصيني. في الحقيقة أظهرت عشرات الآلاف من الصينيات مثل هذه الممرضة الشجاعة والاحترافية أمام المخاطر الكبيرة في مكافحة الجائحة، وتمكنا من مساعدة بلادنا على تجاوز الفترة الصعبة بالإحساس بالمسؤولية وروح التضحية بالنفس. ما زالت الجائحة تتفشى في كل أنحاء العالم، تاركة تداعيات خطيرة على الإنتاج والحياة والتوظيف ومعيشة الشعب في جميع الدول، الأمر الذي يعرض الفتاة لتحديات أكبر. في عملية مكافحة الجائحة والانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، علينا إلى اهتمام أكبر للحاجات الخاصة للمرأة وتطبيق إعلان بيجينغ ومنهاج العمل ببيجينغ. عليه تدعو الصين إلى ما يلي: أولا، مساعدة النساء على التخلص من تداعيات الجائحة. يجب الاهتمام بصحة الطبيبات والممرضات في الجبهة الأمامية وحاجاتهن الاجتماعية والنفسية وبيئة عملهن. ويجب علينا وضع صيانة الحقوق والمصالح للنساء والفتيات في مكانة بارزة في مجال الصحة العامة وخطة استئناف العمل والإنتاج، وإعطاء الأولوية للفئة ذات الاحتياجات الخاصة، وإلى اهتمام خاص للفئات الضعيفة. ثانيا، علينا أن نسعى إلى ضمان المساواة بين الجنسين. ضمان حقوق ومصالح المرأة يجب أن يكون التزاما وطنيا. فيما نسعى إلى التعافي ما بعد الجائحة، يمكننا أن نوفر فرصا جديدة تسمح بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والمشاركة في إدارة البلاد والشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. علينا أن نتخلص من التحيز والتمييز والعنف ضد المرأة، وأن نجعل المساواة بين الجنسين من المعايير الاجتماعية والقواعد الأخلاقية التي يتبعها الجميع. ثالثا، علينا أن نضمن تقدم المرأة أولا في عصرنا. في سعينا للتنمية علينا أن نحمي حقوق المرأة ومصلحتها وأن نحسن حياتها ومعيشتها. علينا أن نضمن تشجيع المرأة وضمان روح المبادرة لها وزيادة شعورها بالسعادة والإنجاز والأمان. علينا أن ندعم المرأة وأن نساعدها على الاستمتاع بحياتها كاملة. رابعا، علينا أن نعزز التعاون الدولي في قضية المرأة. ندعم الأمم المتحدة في جعل تنمية المرأة أولوية، على منظمتنا أن تبذل جهودا إضافية للتخلص من العنف والتمييز والفقر والمشاكل الأخرى، ولمعالجة التحديات الجديدة مثل ردم الفجوة الرقمية بين الجنسين، بما يجعل تحقيق الأهداف في مجال الأهداف التي تصب لمصلحة المرأة حصادا مبكرا لأجندة 2030. قبل 5 سنوات انعقد اجتماع قادة العالم حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمبادرتي، وطرحت سلسلة من المبادرات لتعزيز التعاون الدولي تم تنفيذها على الأرض بشكل شامل. في السنوات 5 المقبلة ستقدم الصين تبرعات جديدة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ستواصل الصين تمويل جائزة الصين اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء. وتطرح الصين أيضا مبادرة لعقد دورة جديدة لاجتماع قادة العالم حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 2025. أيها الزملاء، أمامنا شوط طويل نقطعه، ولا بد لنا أن نبذل جهودا أكبر لبناء عالم خال من التمييز ضد المرأة ولإقامة مجتمع تتحقق فيه التنمية الشاملة. إذن دعونا اليوم نضاعف الجهود المشتركة لتحقيق المساواة بين الجنسين وللدفع بتطور قضية المرأة العالمية قدما. وشكرا. I thank the President.
تابعنا مشاهدينا الكرام كلمة كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث أكد في بداية كلمته أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أنه يتم تهميش المرأة في مفاوضات السلام وتغير المناخ، وقال إنه لم يتم تحقيق كل ما كان مخططا له عبر مؤتمر بيجين قبل 25 عاما، وقال إن الممرضات والطبيبات هم أول من قدموا الرعاية خلال جائحة كورونا، ورغم ذلك فإن 70% من المناصب القيادية في القطاع الطبي هي من نصيب الرجال. أيضا طالب بضرورة المساواة بين الجنسين في المفاوضات وفي المواقع القيادية المختلفة، وقال إن تمثيل المرأة في الحكومات ومفاوضات المناخ يجب أن يتم التخطيط له ويتطلب التزامات طموحة من حكومات دول العالم. أيضا قال أنطونيو غوتيريش إن الأموال يجب أن توجه للمرأة، وشدد على ضرورة القضاء على العنف الجنسي الذي يمارس ضد المرأة، وقال لقد وجدنا تحركا لوقف ما أحرزناه من تقدم بخصوص تعزيز المساواة بين الجنسين. أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ قال إن الممرضات والطبيبات والعاملات والمتطوعات كان في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت دول العالم، وقال إن الجائحة ما زالت تتفشى في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يعرض الفتيات والنساء لتحديات عالية المخاطر، وقال إن مساعدة النساء على التخلص من تداعيات الجائحة يجب أن يكون على كل الدول والحكومات، وطالب أيضا بضرورة تعزيز وصيانة الحقوق الخاصة بالنساء والسعي لضمان المساواة بين الجنسين. أيضا طالب بضرورة التخلص من التحيز والتمييز والعنف ضد المرأة، وقال يجب أن نضمن تقدم المرأة وأن نحسن من حياتها وأن نضمن تشجيع المرأة وروح المبادرة والسعادة لدى المرأة وتحقيق طموحها. أيضا طالب بتعزيز التعاون الدولي بين الدول والحكومات فيما يخص قضية المرأة، وقال إنه يجب أيضا ردم الفجوة الرقمية بين الجنسين. للحديث أكثر مشاهدينا الكرام تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة فريدة شباشي الكاتبة الصحفية. أستاذة فريدة، يعني بعد مرور حوالي ربع قرن على انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين، في رأيك إلى أي مدى استطاعت دول العالم أن يعني تحقق نوعا من المساواة بين الجنسين وأن تعزز من حقوق المرأة؟ يعني هو بشكل عام كل اللي اتقال يعني بيدل على انه محاوله لنشر قيم حقيقيه ونبيله ومحترمه وجديره بالمراه اللي هي الام، اللي هي يعني لولاها ما لا لا يعني مش ممكن عمار الارض. يعني ربنا خلق ادم وحواء، ما خلقش ادم لوحده، لو كان يقدر يستغنى عن حواء ما كانش خلقها له. يعني ربنا خلقها عشان التكامل بين الاثنين. وانا المفروض في رايي ان تكون اي اختيار لاي موقع يكون يتم على اساس الكفاءه والقدره مش على اساس الجنس. طبعا هو حصل تقدم في نواحي كثيره جدا في العالم وفي دول كتير، لكن للاسف احنا حصلت عندنا رده محزنه جدا جدا جدا، وسمحنا او ما اعرفش بقى سمحنا ولا في تواطؤ ولا ايه، ان في ناس كتير بتطلع على شاشات التلفزيون اول حاجه تعملها انها تحقر من قيمه المراه وتحط من قدر المراه. المراه عوره، المراه لا تخرج، المراه لا، المراه كذا، المراه كذا، لدرجه ان انا ساعات بحس انهم يشغلوا كل الشباب بالمراه. يعني ما بيقولوش اشتغل، ما بيقولوش انهض بلدك، ما بيقولوش خليك مستقيم، الرشوه حرام، عدم الشغل حرام، كل ده. فإحنا بنرجع نسترجع تاني مكانة المرأة ومكانتها بقيادتنا المحترمة الحديثة بعد ثورة يونيو، لأنه زي ما كلنا عارفين كل الجيل اللي طلع في 30 يونيو حمى مصر من الانهيار والتفتت هو الجيل اللي ربته المرأة المصرية. نعم. الشباب المصري اللي ربته المرأة المصرية واللي تعول عليه النهاردة، وعلشان كده حتى في كل يعني المسؤوليات الجديدة بيتم دفع الشباب لتولي القيادات وكده، وده الأمل، أمل مصر في شبابها وأملها كمان في نسائها
بانه يستمر ويزيد كمان من العطاء حتى يكون العطاء في النهايه لصالح بلدنا. طيب استاذه فريده شباشي، تابعنا كلمه الامين العام للامم المتحده انطونيو جوتيريش وبعده الرئيس الصيني، وتحدث الاثنين عن الدور الذي بذلته النساء سواء الطبيبات او الممرضات في على مستوى دول العالم اثناء مواجهه جائحه فيروس كورونا، وكيف كانت هناك ايضا متطوعات للعمل. الى اي مدى تابعت ايضا دور المراه المصريه سواء من الطبيبات او الممرضات اثناء مجابهه مصر لهذه الجائحه والتعامل مع المرضى الذين اصيبوا بفيروس كورونا في الاشهر الماضيه؟ طبعا كان جهد واضح ومشكور ومحترم، وزي ما قلنا في الاول وزي ما انتوا بتقولوا وزي ما العالم كله بيقول ان المراه هي رمز العطاء، المراه هي اللي بتحتضن الحياه. يعني انا دايما بقول وبحب دايما افكر كل المشاهدين ان ربنا اودع في المراه الرحم حيث توها بالحياه. يعني مفيش عظيم في العالم ممكن يكون له وجود لو لم تلده امراه، ولذلك المرأة دايما السطحية يعني هي السمة الأساسية في تكوين المرأة، بتضحي من أجل كل قيم نبيلة، وكان موقفها أيام جائحة كورونا موقف محترم يليق بالمرأة المصرية، وهو ده عنوانها الحقيقي والأصيل. يعني كل الباقي كله حاجات كده كانت من فوق الوش لمحاولة يعني حرف أنظارنا عن دور المرأة المحترم ودورها في بناء المجتمع، لكن جت جائحة كورونا أثبتت قد إيه المرأة عنصر في منتهى الأهمية لا يقل عن عنصر الرجل. تمام. رغم ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة، رغم هذا الدور البارز والكبير للمرأة خلال مواجهة كورونا، إلا أنه رغم ذلك فإن المرأة تشغل فقط حوالي 30% من المواقع القيادية الطبية حول العالم، وقال إن الرجال هم من يستأثرون بالنسبة الأكبر وهي 70%. إلى أي مدى يعني يمكن لمصر أن تسير على موضوع تعزيز وجود المرأة في المواقع القيادية الطبية وفي موقع صناعة القرار، خصوصا أن في مصر وزيرة للصحة هي من المرأة؟ لا طبعا، أنا زي ما قلت لك في الأول إحنا بنرجع نسترجع تاني، نسترجع مكانة مصر ونسترجع السمات الشخصية في الإنسان المصري بشكل عام، وطبعا في المرأة بالضرورة. فإحنا إن شاء الله هنرجع تاني، يعني هتاخد المرأة مكانها، وإحنا شفنا إن الرئيس وكل القيادة اللي موجودة حاليا يعني خصصت 25% أقل تقدير لتمثيل المرأة في البرلمان. فإن شاء الله دي خطوة أولى ونحو كل ازدهار المجتمع المصري بما فيه المرأة، لأنه زي ما قلت لك وزي ما أنا مؤمنة إن المفروض أنت عندك وزير التخطيط النهاردة امرأة، يعني عاملة معجزات في الحياة المصرية وفي الاقتصاد المصري وفي التوجه المصري للصناعات. عندك وزير الصحة امرأة، عندك وزيرة هجرة شوف عملنا قد إيه يعني معلية اسم مصر في كل مكان ومرسخة الاحترام للمصري في الخارج. يعني عندنا كذا حد، عندك الدكتورة غادة ويرلي اللي طلعت بره في الأمم المتحدة، يعني أظن ده مش هيجاملوها يعني، وخدت موقع كبير جدا، ويعني عندنا ستات كتير في مواقع محترمة جدا جدا جدا، وإن شاء الله ده هيبقى يعني لبنة للمستقبل القادم بإنه يتم الاختيار على أساس الكفاءة زي ما قلت والقدرة على العطاء وليس على الجنس. تمام. أيضا تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن ضرورة القضاء على العنف الجنسي الذي يمارس ضد المرأة، خصوصا وأن هناك شكاوى عالمية من المرأة سواء في المجتمعات المتقدمة أو المجتمعات المتخلفة عن تعرض المرأة إلى الكثير من العنف الجنسي، وهناك يعني جهود لم تبذل بما فيه الكفاية للقضاء على هذا النوع من العنف الممارس ضد المرأة. في رأيك كيف يمكن أن نعزز عمليات مكافحة هذا النوع من العنف الذي تقع أو يقع على المرأة؟ يعني أولا بأن احنا لازم نضحب خطاب الناس اللي مفيش في أذهانهم إلا النصف الأسفل من الإنسان والجنس، وطول الوقت تحريض الخيال
خيالي الشباب على قد البنت ده هو أعظم حاجة في العالم، وهو اللي مستنيك في الآخرة لما تموت نفسك وتموت ناس. يعني كل الخطاب ده إحنا محتاجين نطهر بلدنا منه ونطهر العقول منه. فإحنا النهاردة لما نبتدي نشغل شبابنا ونشغل كل مجتمعنا بإن العمل، ونقول له إن ربنا قال وقل أعمالوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولما نعلي من قيمة الاستقامة والنزاهة والعطاء، كل ده يعني هيؤدي في النهاية إن الجنس هيتراجع وياخد مكانه اللي هو بين اثنين في حجرة مغلقة وبينهم علاقة زواج. يعني مش كده، يعني مش أنا أفضل أحرض في الشباب بحيث إن الملاقة زي امرأة في الشارع يعني يقفز ويتحرش. إن شاء الله كل ده هيروح بإن إحنا كمان يعني بتتفتح أفاق جديدة وكبيرة جدا ومبشرة لشبابنا لأنهم ينشغلوا بالعمل بدل بيكونوا قاعدين نهبا لكل الأقاويل اللي بتشوه أفكارهم. يعني تمام. طيب، للمره الاولى في تاريخ مجلس النواب يخصص للمراه حوالي ربع عدد مقاعد المجلس للمراه ومن نصيب المراه. في رايك كيف كان دور المراه بارزه في حل المشكلات المجتمعيه التي يعاني منها المجتمع المصري في الفتره الماضيه، وهل يمكن التعويل على دور تشريعي كبير ومؤثر للمراه في الفتره القادمه؟ طبعا، والا لو ما كانش يعول على انها هتقوم بدور يعني دور محترم، يعني ما كانش التشريع حق ده اقل، يعني النسبه الادنى هي 25%، يعني ممكن المراه تبقى 50%، ممكن تبقى اكتر على حسب الكفاءه زي ما بقول لك. والمراه النهارده يعني في كل مراحل التاريخ، كل حقب التاريخ، المراه كانت رمز للعطاء ورمز للتضحيه ورمز للصبر ورمز لتحمل كل المشاغل وكل المتاعب. ما تنساش ان احنا عندنا ام الشهيد مثلا، دي امراه يعني فوق العاده، يعني امراه يعني ضحت باغلى زي ما اقول لك الضنا، يعني اغلى حاجه في العالم هي الابن او الـ يعني الاخ او بس الابن اهم حاجه. فعندنا المراه المصريه اللي قدمت اولادها شهداء فدا مصر، دي تبقى ايه؟ دي تبقى رمز يعني لا يمكن ان يقارن بها اي رمز اخر. يعني يعني انا عندي ثقه في 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 المراه المصريه وفي الشباب المصري وفي القياده المصريه ان احنا ان شاء الله هنرجع مصر اللي كانت اول، يعني كان عندنا ملكات من 7000 سنه وعندنا ملكات من قبل كده وعندنا سيدات يعني احتلوا اماكن محترمه في العالم كله. احنا كان عندنا عليه مضرة خلت اسرائيل اللي هي قوة نووية راحت قتلتها من كتر ما هي خايفة منها وغيرها يعني. وعندنا قامات كبيرة جدا في المجتمع المصري وان شاء الله هترجع مصر قد الدنيا زي ما قال الرئيس. تمام. طيب استاذة فريدة، الى اي مدى ما زالت تؤمن المجتمعات بضرورة ان يكون هناك دور للمرأة وان تكون متواجدة على الصعيد السياسي، والى اي مدى ترين ان هناك ايمان من المجتمع في مصر على سبيل المثال بضرورة وجود المرأة على الساحة السياسية وايضا الاحزاب؟ يعني نحن على سبيل المثال نجد ان بالنسبة مثلا للاحزاب السياسية التي ترشح المرأة ترشحها على قوائمها لأن الدستور يلزمها بنسبة معينة من المقاعد للمرأة، ولكن على العكس نجد أن هذه الأحزاب لا تدفع بالمرأة على صعيد المنافسة على المقاعد الفردية من خلال هذه الأحزاب. إلى أي مدى ترين أن هناك فعلا تعويل من المجتمع على المرأة خلال المشاركة في التنافسات السياسية؟ ما احنا قلنا، احنا بنتكلم طول الوقت على أنه احنا مجتمعنا محتاج أنه يغتسل ويتطهر من افكار رجعيه وافكار ظلميه هجمت علينا في العقود الاخيره. فاحنا النهارده بنرجع تاني، المراه بتسترد مكانها ومكانتها، لانه لما تحترم المراه انت بتحترم الرجل. مفيش رجل محترم وامراه مذلوله او امراه يعني تتعرض لظلم او لمحاوله الحط من قدرها يعني. فاحنا ان شاء الله يعني اللي احنا شايفينه دلوقتي ان لازم المجتمع كله، ولازم على فكره ده يبقى الاعلام والفنون والمؤسسات كل حجر في مصر لازم يتكلم عن دور المراه
لأنه زي ما قال صلاح جاهين، البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد. البنت في المجتمع المصري تبني، لأنه أنت لما تيجي تشطر المجتمع زي الإنسان لما تقسمه على اثنين، هيبقى بدل ما بيشتغل بيدين اثنين بيشتغل بإيد واحدة، بدل ما بيمشي بساقين بيمشي بساق واحدة، بدل ما بيشوف باثنين عينين يعني ده أنت بتحرم المجتمع من منتصف من نصف قواه في كل المجالات. فأنا رأيي أن إن شاء الله إحنا على أبواب مرحلة جديدة واحترام للمرأة بما يليق بها وبمكانها. شكرا لحضرتك أستاذة فريدة الشباشي الكاتبة الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية المباشرة عبر النيل مباشر. في الغد إن شاء الله تغطية جديدة وموضوعات جديدة، حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.